صباح الخير مشاهدينا، صباح الورد والياسمين. فعلا بدنا نضلنا نقول صباح الورد والياسمين، بدنا نضلنا يكون عنا الابتسامة الحلوة والإيجابية دائما بظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، وخاصة الوضع النفسي والحالة النفسية اللي عم نعيشها من قبل العدو، من جدارات صوت، أمور كتيرة عم بتصير بتفوت على بيوتنا من دون استئذان. خلينا نقول بعرف انه حرب نفسيه كثير كبيره، ولكن بدنا نضلنا بايجابيه، عم نتحدى كل الظروف وعم نقاوم بطريقتنا الخاصه. اليوم اسئله كثير بتخص موضوع الحرب النفسيه، بتخص موضوع كيف فينا نحن نتاقلم مع الوضع، بمعنى انه مش انه نتعود عليه، ولكن نقدر نحصن حالنا لما نخلي هالحاله النفسيه تاثر على عملنا ولا على وجودنا ولا على قدراتنا بهيدي الحياة. اليوم بدنا نحكي مطول عن هيدا الموضوع. اسمحوا لي رحب بضيفتي هديل الرز، معالجة بالفن ومدربة حياة. أهلا وسهلا هديل. أهلا فيك. كيفك؟ تمام الحمد لله ماشي. يعني بعرف الأمور صعبة، بعرف أنه في كتير ناس عم بتخاف، في كتير ناس عندها قلق، في صغار كمان عم بيخافوا، ولكن دائما بدنا ننشر الإيجابية، لأنه أنا برأيي دائما هيدا نوع من المقاومة ونوع من الأجوبة اللي بتكون دائما هيك بالمرصاد العدو الغاصب. فكر هيك ما في 100% صح، ما قلبها ايجابيه للحلقه، حتى ولو انه بعرف انه كثير عم بيصير في طبعا شهداء عم تسقط بالجنوب الغالي، بغزه دائما المشهد عم بيكون مؤلم وبيوجع، وبعرف انه بنزعل وبنتضايق، بس ولكن في عندك بالمقابل خط نحن ماشيين فيه للاخر، وعم نحول دائما الالم للامل، هيدا اللي بهمنا بالموضوع. فاهلا وسهلا فيك مجددا، وشكرا لاختيارك لهالموضوع هديل. حبيبتي لارا، يعني اليوم هيك هيدا للاجواء، هيدا الشيء عن جد كثير مهم انه كلياتنا نفهمه ونفهم كل جوانبه، لحتى نقدر نحن ندرب انفسنا طبعا عليه وندرب اولادنا. وهيدا مثل ما انت هلا تفضلتي وقلتي انه هيدا عن جد مقاومه شعب بكاملها ضد شيء نعم عم بيصير، اعتداء هو اكيد من عدو، ف ما عندنا خيار انه نستسلم. أكيد. ممنوع ممنوع الاستسلام. لا نحن لبنانيه طبعًا. يعني طبعا فلبناني معروف انه رغم كل الظروف، رغم كل التحديات والصعاب والمشاكسات بيتخطى، بضل ايجابي وبيتخطى وبيستمر 100%. عندي سؤال هيك بالبدايه، يعني تحت الهواء دردشنا كثير بالموضوع انا وياكي، ولكن في سؤال هون يطرح انه ليه العدو دائما بحاول او بيقصد يمارس الحرب النفسية؟ 100%. هيدا سؤال كتير حلو. العدو من زمان كتير على فكرة، هاي منا عادة جديدة طبعاً. معروف هلا أكتر شيء الرجال اللي بيشتغلوا بالعسكر وبالحروب بيعرفوا تاريخ الحروب. نعم. من أيام المغول، من أيام كتير قديما، القبائل اللي كانت تتحارب أول شيء كانوا يعملوا حرب نفسية على القبائل الأخرى. الحرب النفسية لها تأثير أكثر من الحرب الحقيقية على أرض المعركة. صح. ليش؟ لأنه الحرب النفسية أول شيء هدفها زرع الخوف وبتنجح بزرعه. صح. تاني شيء هدفها تغيير سلوك المجتمع ككل. يعني فصل الخطورة أنه فصل المجتمع والأرضية يلي القادة والجيش معتمد عليهم، بيصيروا هول لحال عم بحاربوا. نعم. والمجتمع بمحل تاني. فهلأ هيدا أكتر شيء نحن عم نعيشه. تالت شغلة من الحرب النفسية، نحن عم نحكي أكيد علم، يعني ما عم نحكي أراء شخصية. تالت نقطة من أهداف الحرب النفسية هي تغيير المعتقدات. معتقدات لدى العسكر اللي عم بحارب ولدى الشعب. صح. الناس العاديين. صح. واكثر شيء لدى الفقراء. اوكي. نعم. وبيعتبروا انه المجتمع يلي يسوده الجهل هو الاسرع لتغيير معتقداته. فكرمال هيك اسرع لانه يغزون عبر الحرب النفسية من دون ما يتكلفوا. صح. لا أسلحة ولا شهداء ولا قوة ولا شيء. عرفتي؟ يعني حرب بتخليهم ينتصروا من دون ما يدفعوا مصاري. 100%. هلأ هيدي أهم ثلاث نقاط للسبب يلي العدو بيعمل حرب نفسية على شعب تاني. بالضبط.
هلا مثلا نحن عنا شيء كثير عم نشوفه يلي هي قلت لك اياها ثاني نقطه كثير مبينه واضحه، انه عم بجربوا بكل الوسائل يفصلوا الشعب، يفصلوا الارضيه، يفصلوا بما نسميها بالبيئه الحاضنه للمقاومه عن المقاومه. عرفتي؟ وخاصه لانه نحن اللي عم نحارب هي مقاومة طبعا. مش جيش ونظام دولة كامل، هو جزء من هالدولة اللي عم بحارب بالضبط. فهذا بيزيد الأمر صعوبة على الشباب وعلى المجاهدين. فنحن عن جد لازم نتكتف كل نتكاتف 100% فعلا فعلا ممنوع نتكتف، لازم نتكاتف ونكمل. هلا بتكون عم ترجمي من لغه لغه 100% ما في شك بهيدا الكلام. وبدي ارجع هيك اثني على الكلام اللي حضرتك عم بتقوليه هديل، واكد انه اليوم يمكن في بعض من الاشخاص هيدا شغله بتصير لا اراديه منهم، الخوف القلق، في اشخاص ما بايدهم يعني بيكونوا يمكن بمعتقداتهم وبحياتهم وبافكارهم هم مع وللاخر وكل شيء مع الخوف حق، بس بخافوا الخوف ولكن بس هيك لأكد على الشغله انه اليوم نحن الحمد لله يعني بتحسي حتى الاشخاص اللي يمكن اذا ذكرتي فقراء او الاشخاص اللي يمكن على قد حالهم او حتى الاشخاص اللي ممكن مرتاحين بمكان ما، بس لانك ذكرتي الفقراء نحن عم نكون قد ودود مثل ما بيقولوا، يعني اكبر دليل القصص اللي عم نشوفها بلبنان، يعني صح. تلاقي سهرات لانه قد ما عم يعمل العدو من نحن زمان صامدين لهلا نعم. ما عم يقدر يغير المعتقد بالضبط، عرفتي؟ لانه المعتقد راسخ طبعا. بقلب وبصلب المجتمع وباذهان هيدي البيئه. يعني معلي اهل الجنوب لطلعت المقاومه ولبلشوا يتصدوا لاسرائيل كجنوبيين كلياتهم من اصغر جنوبي لاكبر جنوبي لو عمره 100-110 سنين، بتسالي بتقولي له ليش انت عم تقاوم الاحتلال؟ بيعطيك مليون سبب. يعني ما فيك حدا مغروز جوا نفسه وقلبه وروحه وعقله صعب تفوتي فيه. ما فيك تقولي له انه لاني عملت جدار صوت خلص انت لازم تستسلم. 100% والحمد لله انه هيدا الشيء ما عم يقدروا يتخطوه فعلا. يمكن تصديقا على الكلام هيدا سر قوتنا يعني بالضبط، وتصديقا على الكلام اللي عم بتقوليه هديل، هو يمكن لانه منا شيء جديد عن على العدو الغاصب، هذا الشيء نحن معودين عليه، واذا قرينا التاريخ بنعرف وفي امور كثيره وكنا كثير صغار ونشوفهم يجوا ويعملوا جدار صوت ويضربوا يعني فعلا. فهلا اوكي الجدار الصوت هلا اقوى من قبل يمكن نحن نسينا قبل كيف كان، بس بضل له رهبه طبعا وعم بيأثر على الاسر، عم بيأثر على نفسيتنا ما فينا ننكر طبعا. بس اكيد ما بهزنا عن الخط الصح، هيدي لكن اتفقنا عليه وهيدي هي الاساس، انه ما بهزنا عن الخط الصح، وهيدا بالنهايه نحن بشر وانسان وفي اطفال وفي عيال. كتير حلو اللي عم بتقوليه، عم بيأثر على الأسر من أي ناحية؟ أول شيء عم نشوفه، يعني أكتر شيء أنا عم شوفه لأني عم بشتغل على الأرض مع الناس، عم بيأثر على الكوبلز، على الرجل والمرأة بقلب الأسرة بقلب البيت. في شيء كتير هيك رسالة عن جد حب عبر برنامجك إن شاء الله يسمعونا فيها الرجال، انه لما مرتك تتفاعل مع جدار الصوت بصريخ بكاء حتى لو كانت امراه قويه اوكي، الامراه بتتاثر بالصوت يعني تايمز 10 عن الرجل اوكي، انت حضلك محافظ يعني على صلابتك عشر اضعاف عن الرجل انت حتضلك، وهيدا علم يعني مش انا عم اقوله، العلم النفس بيقول ليش المرأة تأكل من اذنيها والرجل يأكل بعينيه، انه معروف المرأة 10 أضعاف بيأثر جدار الصوت عليها من ما بيأثر عليك. فانت هون اول شيء لما بيطلع جدار الصوت ما تلفن تطمن على الولاد، تلفن تطمن على امك ومرتك لانه هول الاساس يلي اذا هن هديوا رايقوا بطلت عم البيت كله رايق حتقدر تهدي الولاد صح. عرفتي؟ هاي اول نقطه. ثاني نقطه، رده فعل طبيعيه لدى المراه عند الخوف انها تصرخ لانه هي بتتاثر بالصوت، فهي حتطلع صوت تمام طبيعي جدا انها تصرخ. فما تجي رجاءً
ما تجي تقول لبنتك لزوجتك لأمك توشطينا ليش عم بتعوي هول التعابير يعني بتمنى رجاءا. هلا نحن ليل مقصود منك لانه انا شفت عم تسمعي هاي انا مش عم بسمع لاني انا عم بشتغل على الارض مع الاسر صار لنا اسبوع يعني رجال مش عم يتقبلوا ابدا فكره انه ليه عم تخاف ما هي بس جدار صوت اوكي بالنسبه لألك ما لازم تخاف او مثلا رجل فتح الباب فات لعند على البيت لقى مرته عم تبكي وتصرخ شو مثلك حدا بس جدار صوت هيدا الصوت بيأثر عليها أكثر من عليك يعني حتى الولد الشاب إذا في شاب بالعشرينات مع أمه موجودة بقلب البيت لازم الشباب كلهم يفهموا أنه كل النساء حواليهم حيتأثروا بهالجدار الصوت تايمز 10 أضعاف من ما أنتوا بتتأثروا فأنتوا مركز الأمان أنتوا الأساس الشعور بالثقة بالنفس عند هالمرأة قد ما كانت قوية إذا تأثرت ما بيعني إنه هالمرأة ضعيفة هيدا شعور طبيعي طبعاً. مثل ما شعور طبيعي لدى الطفل لما يجوع يبكي نفس الشيء فبنتمنى من رجالنا يحتضنوا نسائهم مين ما كانوا يكونوا مش بس الزوجة الأم الأخت البنت الأمرأة بشكل عام تاني شيء بنتمنى إنه الضغط النفسي اللي عم بيعيشه الرجل برا البيت عطول انا بحب ذكر فيه بكل مقابله بنعملها لانه عن جد رجالنا عم بيعيشوا ضغط نفسي اقتصادي ومعنوي كتير قوي هذا هدف العدو تذكروا انه انتو بهيدا الضغط هيدا هدف العدو التدمير المعنوي والنفسي لالكن للرجال لانه الرجل رح يدمر المراه المراه رح تدور رح تدمر الاسره كلها صح فعلا فلما انت بدك تقاوم بدك تحارب بدك تقول لا للعدوان ما تفسح له مجال انه يدمر لك معنوياتك ونفسيتك فانت لازم تعمله بنصحكم فيه اول شيء ما تنقلوا شائعات وما تصدقوها يعني مثلا شائعة بتقول كتير انتقلت مبارح خلال 24 ساعة وتعلق الحرب ما ضل حدا على الطريق ما ضل حدا اجى لعندي ما ضل حدا غير 24 ساعة شو بدنا نعمل شو يلا يلا ضبوا الاغراض يلا 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 فلوا هيدا بيستهلك من جسمنا واعصابنا وبيحرق اكسجين يعني اللي ما قدر يموت بكمبلة رح يموت سكتة قلبية سكتة دماغية أو حيعمل مرض لحاله يعني مع الوقت يعني ما ضروري يعني ما مات بكمبلة سكتة قلبية سكتة دماغية مرض على المدى البعيد مثل ما أنت قلت مظبوط وغير هيك انهيار عصبي يعني ما رح تلحق تهرب ما رح تلحق توصل على سيارتك انهرت أنت 100% فكمان هذا الشيء لازم نكون واعيين له الاسترخاء رجاءا أنه نتعامل مع الموضوع باسترخاء بهدوء بوعي بتفاني وبصبر نحن شعب صبور ما بده مين يعطينا دروس بالصبر 100% بس حلو الكلام اللي عم بتقوليه لأنه ردة الفعل هي طبيعية هي رواء عادي بتصير ما عم تعمل شيء هي غير في ناس عن جد ما بإيدها يعني مش بس قصة أنه هي سيدة أو صبية هي في ناس ما بإيدها بتخاف ما بتقدر بس ما تخليها هي تكون أقوى هلا هي هيدا الأسبوع اللي مرق عم قلك يعني كانت 3/4 الشكاوى والاتصالات اللي عم تجي والناس اللي عم تجي انه يعني حتى الجمعيات يلي رحنا عملنا فيها ندوات ومحاضرات كل الشكوى هي هاي انه انا انأذت ما بعرف ليش بلشت صرخ حتى هي المرأة هي امرأة قوية هي ما عارفة ليش عم تبلش تصرخ هي ما فهمانة ليش عملت هيدا ردة الفعل فالمرأة والرجل لازم يعرفوا انه هن اساس هالأسرة لما انت تكون معصب برا وتجي تفش خلقك جوا وهي اوريدي معصبة كمان لانه عندها شغلة وحياتها التقيتوا بهالبيت انسوا طبعا انسوا انه نحن عم نعيش جو حرب انسوا ما تحضروا كتير اخبار حضروا اخبار برا البيت لما تفوتوا على البيت سكروا الباب سكروا باب الاخبار شائعات اللي عم تصير ما تنقلوها بليز جربوا حافظوا على علاقتكم مع بعض
تكون سليمة يكون فيها حنية. طبعاً. حنية لأنه اثنيناتنا رجالا ونساء بحاجة بهيدا الوقت بالذات الحنية لنزيد ثقتنا بنفس. وشو حلو هيدا الجو وقت الأطفال والأولاد يشوفوه يا هديل، يعني هيدي يمكن بدها حلقة لحالها، لأنه اليوم بتحس الأهل بمكان ما بالضغوطات اللي حضرتك ذكرتيها، إن كان الرجل أو السيدة، بس عم يجتمعوا عم ينقلوا كل هالقصص السلبية اللي عم بتصير للبيت، وهيدا عم يخلق عند الأطفال مشاكل كتير، يمكن صح. في منهم عم بتبين هلا وفي منهم رح تبين بعدين. بتبين بعدين. فقبل ما اروح لهي الموضوع الدقيق جدا، خليني احكي، لانه عم نحكي اجواء حرب، ولانه عم نحكي حاله نفسيه ووضع نفسي وحرب نفسيه، اليوم كمان الاطفال ردات فعلهم عم بتكون مخيفه، وهيدا شيء عم بياثر عليهم، يعني يطلع جدار صوت، يشوفوا مشاهد على التلفزيون من المجازر اللي عم بتصير وهالتفاصيل، كيف بدنا نحصن هالولاد؟ هلا اول شيء 100% ما لازم يشوفوا هالمشاهد على التلفزيون، يعني نحن كبار لازم هلا لما نبلش بمرحلة بآخر سؤال الوقاية بنحكي فيه أكثر، بس حاليا للأطفال بنحصنهم بأنه نفرجيهم أنه أوكي هيدا الشيء موجود، هيدا واقع نحن عايشينه، نعطيهم الثقة فينا وبقدراتهم الذاتية. نحن قد التحدي، هيدي حرب عم تنعمل علينا كلياتنا، نحن بدنا مثل ما منحب بعض نضل عم نحب بعض، هيدي الحرب ما رح تفرقنا، نضلنا عطول نسمع هيدا الطفل كلام جميل، ما نتخانق قدامه رجاء، ما نكسر صحون ونقيم للقيامة قدامه. هلا الطفل أكتر شيء بيتأثر بأمه، فمجرد ما الأم هديت راقت معناتها مجرد ما حضنته وقالت له خلص ما تعطى الهم أنا معك ما رح أتركك، رح يحس بالأمان طبعا. حيهدى ويروق، لأنه مصدر الأمان بالنسبة للولد هي أمه. هلا إذا كان طفل بيروح على المدرسة أو على الجردري أو عشوائي، يعني من عمر لنقول 10 سنين وطلوع، لازم شوي يفهموا اللعبة نفهمهم لأنه بلشوا يوعوا، فلازم حتى أسئلتهم عم بتكون مفاجئة. مزبوط. ونحن يعني شعب اللبناني يعني مثل ما بتعرفوا نحن كتير بنحكي سياسة، فبيقعدوا مع الجارة، بيقعدوا مع الخضرجة، مع الدكنجة، مع هون مع هون مع هون، الكل بيحكي سياسة. يعني انت عطيت عمر 10 سنين وما فوق، نحن إذا بدنا نفوت هيك على الموضوع الأصغر بكتير عم بيحكوا وعم بيكونوا عارفين بالموضوع، وهيدا شيء واقع عم بيعيشوه. هلا يعني أنا عم أقول إنه 10 سنين وما فوق نفهمهم اللعبة مزبوط شو هي، لحتى لي أو نحن بصراحة بهذا الموضوع لما كنت عم بعمل توعية لهذا العمر تفاجأت بالحلول يلي عندهم إياها. نستفيد كمان من دماغهم، من أفكارهم، من قدراتهم، لأنه ما بدنا ننسى الحرب النفسية تدمر المعتقدات والفكر العقل، لأنه الخوف شو بيعمل؟ الخوف بينصف كل الأفكار الإيجابية اللي عندك وبيخليك بس على الأفكار السلبية يلي أنت بتصيري حطيتي مثل برمت الستاب تبع حالك لوحدك من دون طلب من ولا بني آدم، سلف دستروي طبعا، بتدمري نفسك بنفسك، تدمير ذاتي 100%. هذا اللي ما بدنا نعمله، وهذا يلي الخوف بهيك مرحلة بيعمل. طبعا رح روح لقصص النصايح اللي بنقدر نستفيد منها بعلم النفس اليوم كمان بوجودك معنا، لنقدر نحصن حالنا ونحصن المشاهدين من كافة الأعمار يعني صغار وكبار. ولكن تصديقا على كلامك وأكيد لأكد عن نقطة وبعتقد الأهل بوافقون عليها، اليوم بتشوفي أعمار صغيرة من الأطفال، يمكن العدو الغاصب الصهيوني ما عم ينتبه لشغلة كتير أساسية، نحن صح عم نحكي حرب نفسية وعم نحكي هيك، بس في شيء ملفت للنظر، يعني اليوم بتلاقي طفل صغير عم بيغني أغاني ثورجية، عم بيغني أغاني ضد العدو، عم بيكون داعم للقضية الفلسطينية، عم بيحكي بالجنوب وأرض الجنوب وتراب الجنوب، علما أنه طفل يعني، وعم بتصير عندي بعائلتي وبعائلتنا وبعيالنا كلنا هالجيل اللي عم يطلع. يمكن أنت لو ما صارت هيدي الحرب أكيد رح توصلي لها لأنه هيدي عقيدتنا، بس عم بتلاقي الأطفال عم يحكوا وعم يعملوا، يعني هن بدي نوصل هيدا الرسالة انه كتر خير الله كمان عم يطلع لنا جيل
عم بيكون ان بالموضوع. والملفت بتصديقا على كلامك، الملفت بالموضوع انه هن عم يحكوا عن هيدا الشيء، عم يحكوا هن وعم يبكوا. نعم لا، عم يحكوا هن وعم بيغنوا. اكزاكتلي عم بيعبروا عن عقيدتهم، عن مشاعرهم بايجابيه. يعني ما عم يحكوا عن انه نحن بدنا نقاوم، نحن قوايا، نحن بدنا نحرر الجنوب او بدنا فلسطين تنتصر. هن وعم بنقوا وعم يبكوا وعم لا يعني خلقنا فيهم هيدي العزه والكرامه. لو ضليتي قد ايه سنوات لتوصليها للطفل ما كانت حتوصل مثل ما هلا بهالامور عم توصل. ما فينا ما دائما ناخذ الموضوع للايجابيه، ولكن هيدا عم بصير يمكن بكل عائله عم وهيدا بصير. اللي لازم وهيدا اللي لازم نحفظه عند اولادنا، انه ما نحفز عندهم الرعب ابدا رجاءا. يعني جدار صوت يوقف الولد انه يروح على اكتيفيتي للرياضه، هيدا خطر. صح. خطر. صح. جدار صوت، لأنه طلع جدار الصوت خاف الولد. أنا ما وديته على جمباز لأنه خاف. وأنا عارفة أنه ما في شيء. هيدا خطر. هيدا الخوف الأكبر عم عزز لقلو. عنده ورسخ. صح. عنده إيه فيك تخاف وإيه خاف. هلا أكيد في خاف طبعاً. بس أنا فيه أقوله أوكي فيك تخاف حبيبي، هيدا شعور طبيعي. نحن كلياتنا خايفين، بس ما بدنا نسمح للخوف. صح. يغلبنا. حلو. سبقتيني أنا عن جد بهمني هيدا الشيء تقولي للناس هديل، لأنه في كتير أمهات عن جد لا شعوريا ما عم يقدروا، بخافوا. هيدا الإنسان ردة فعل. بس شو بتنصحي هيك للست؟ خليني بلش لكن بالنصايح للأم بحد ذاتها، لأنه هي مثل ما قلتي قبل شوي هي الحضن الدافئ، هي الامان للاطفال، والولد بيطلع دغري فيك ليشوف ردة فعلك هل انت خايفه ولا لا. يعني عم نعيشها نحن بكل معنى الكلمه. شو بتنصحيها كيف تضبط نفسها؟ بليز اول شيء بنصح كل ام اذا عم تطبخي طلع جدار الصوت ما ضروري تقلبي المطبخ، بتضلك تحافظي على تركيزك. رجاءا حافظي على هدوئك، خدي نفس عميق، قولي هذا بس جدار صوت، احكي حالك بطريقة انت تقدر تهدي حالك. صح. فيها ودغري انتقلي لانك تهدي الشاب او الصبية اللي أو عندك ولي. بالبيت. صح. صح. او الطفل، لانه نعم. كمان الكبير بحاجة امه. صح. مش بس الصغير. نعم. يعني نحن قد ما بنكبر بالعمر حاجة دعم امياتنا. هدي اللي عندك بالبيت. هاي النقطة الاساسية. تاني شيء مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، اذا عندكم اي اكتيفيتي انتو عاملين برنامج نهاركم على 1 2 3 4 لإلك ولولادك، منظمة حياتك بهالطريقة. ما تسمحي لجدار صوت، ما تسمحي لشائعة، ما تسمحي لخبرية من هون او من هون انها تنزعلك هيدا النظام. طبعا. هيدا النظام بتضلك ماشية فيه. أوكي. هو ذاته بتضلك ماشية فيه. يعني جربي حتى تتأخري على الموعد، يمكن تتأخري سبب عجقة سير، بس ما تتأخري بسبب جدار الصوت. لأنه هيدا بيزرع بالعقل الباطن عند ولادك وحتى عندك أنت رسائل مبطنة بأنه نحن ما منقدر نقاوم، نحن ما منقدر نعمل، نحن ما منقدر نكمل. صح. فأنا بدي أعطي العكس طبعاً. أنا بدي أزرع جواتي العكس. لا أنا بقدر أصلاً، أنا حياتي حتكمل طبعاً. أنا ما في شيء حيغيرني. صح. عرفتي طبعاً. وخاصة حرمان يعني جد هيدا ما بحبه أبداً، حأرجع عيدها للمرة الثانية للتأكيد، حرمان الأطفال الأولاد من الأكتيفيتيز. صح. إنه عندها مثلاً بنتك أو ابنك بيانو، ما ننزعلهم مشروعاً، ما ننزعلهم نشاطاً. صح. قالوا ما حفي يجيبه لأنه ابني أو بنتي خايفانين من جدار الصوت. نعم. لا حبيبي ليه خايفين؟ أوكي أنت خايفين وأنا خايفين، إتس أوكي، هذا بس جدار صوت، يلا قوم البوس. صح. نغير له نفسيته، يلا حبيبي قوم البوس. اصلا هيدي هديل اذا بدي اتوقف عندها قديه بتكون عم بتساعد هيدا الولد او هالطفل بحياته بشكل عام، انه اي مشكله انت عانيت منها بحياتك او اي موقف بدقيقه زعجك قديه يقدر يركلش حاله ويكمل. 100%. نعم. 100%. ومش بس يعني هاي من بيتعود من نتبرمج. نعم. من برمج حالنا وولادنا
أي تحدي أي صعوبات طبعاً. نفسية عم نواجهها، نحن بدنا نلبس ثيابنا، بدنا نقوي حالنا، وبدنا نكمل بالزبط. وبدنا نظهر. عرفتي؟ يعني مثل ما بيقولوا لا يمل من وجودك معنا، قطع الوقت نحن عم نحكي على أمل نكون عن جد فتنا على بيوت الناس اليوم هديل، وقدرنا نوصل لهم قد ايه فينا نتحدى هيدي الحرب النفسية اللي عم يحاول العدو الصهيوني يعملها. أنا بس إذا في نعم يزيد كلمة أكيد. أخيرة أكيد. ما حأزعجكم أكثر. سهلة فيك. رجاءً ما نحبك قصص براسنا نحن ككبار ونصدقها أو نصدق كل الشائعات اللي بتنقلنا طبعاً. لأنه الشائعة هي اللي بتوصل عبر وسائل إعلامية صح. وما أكترها بأيامنا هاي وخاصة بوجود السوشيال ميديا طبعاً. فرجاءً أي شائعة أي شائعة ما نساهم بانتشارها صح. خليها توقف عندك نعم. خليها توقف عندك لأنه العدو بفوت على عقلنا وعقل أولادنا عبر الشائعات 100% ونحن دايما بالمرصاد أنا بدي أشكرك فعلا هديل الرز معالجة بالفن ومدربة حياة بدي أشكرك لهالحلقة المهمة جدا وعلى أمل هيك نكون عن جد دايما قد وقدود مثل ما عم نشوف بشكل عام بالنهاية الإنسان مشاعر والإنسان ردات فعله طبيعية ولكن الأهم والأفضل أنه يضل مسيطر على أعصابه ويخدها بطريقة رواء مثل ما قلتي لنا النصائح استرخاء شكرا لك لحضورك معنا مشاهدينا أنا بدي أشكركم لحسن المتابعة موعدنا بتجدد معكم بكرة نفس الموعد فكونوا كتاروا بألف ألف خير إلى اللقاء